أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 15 آخرين، وذلك في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم قندهار جنوب أفغانستان. وينشط مقاتلو حركة طالبان في الإقليم الجنوبي، حيث يعتمدون على تكتيك تنفيذ التفجيرات بشكل كبير كجزء من حملتهم للإطاحة بالحكومة الأفغانية التي تدعمها القوات الدولية.